بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثلاثة نقاط مهمين، ثلاثة نقاط من ملعب صعيب، نعرفوا ملعب المرسى ونعرفوا المرسى الذي يرسل موسيل خاصة على الملعب بتاعه، عمل مقابلة كبيرة المقابلة الأخرى. اليوم نادر الصفاقسي كان حاضر كما يلزم، دخل المقابلة كما يلزم بالرغم من شفنا اليوم الملعب ما كانش كيما بصراحة، الملعب رزين ثقيل برشا والسخانة ثقيلة، لكن النادي الصفاقسي تحكم في المباراة، تحكم في النسق، حاول انه يفرض لعبه في بعض الاحيان. سجلنا الشوط الاول، دخلنا الشوط الثاني كنا نجم نقل المقابله من عديد الفرص، فرصه الاولى فرصه ثانيه، لكن في الاخير الناس في اقسم عندهم الخبره تسمح له انه يجاري المقابله، والاهم شيء ثلاثه نقاط اللي خلتنا اليوم متصدرين ونكملوا نخدموا على روحنا، قاعدين نخدموا كما يلزم، قاعدين عندنا تقريبا هذا ثالث اسبوع مع المجموعه، قاعدين يخدموا كما يلزم، اللاعبين قاعدين يعطيوا في مجهود كبير، شفناهم حتى في زيكما قاعدين في تصاعد، ان شاء الله ان شاء الله من هنا الفترة ان شاء الله يوليوا في احسن حالاتهم، ونضمن لاحبا انه نادي الرياض الصفاقسي في الطريق الصحيح، وان شاء الله ان شاء الله ثمك الخير ان شاء الله. النجم كله جروب جديد. والله يا سي احنا نعرفوه الجروب، عندنا عن لي فكره نسبه كبيره من اللاعبين نعرفوهم، يعني رانيناهم من قبل ونعرفوا الكونستا، عملنا كونستا كبيره ضدنا، شفنا البطوله العربيه دخلنا ديريكت في صلب الموضوع، نعرف شنو النقاص، حاولنا نخدم عليها، خدمنا كما يلزم الفتره الاولى وما زلنا نخدم بصراحه. الفريق تشوف ماهوش في وجع عطاء نتاعو، نجم وما زلنا نجم نعطيو احسن من هكا، بالرغم كما قال الكوتش الاسبوع اللي فات انه صحيح ربحنا وصحيح عملنا مقابله، لكن احنا ما زلنا نطمع اكثر من هكا من المجموعه هذه ان شاء الله. وتعرف المقابله ماهيش تلعب وحدك، يعني انت تلعب مع منافس، والمنافس احنا قلنا عليه من الاول منافس عنده امكانيات وعنده ديزاتو يلعب عليه، ونعرفوه احنا خاصه في الكره الطويله والكره العاليه عن طريق المهاجم رقم 9، حضرنا احنا الفريق بتاعنا، حضرنا كما يلزم، نعرفوا زاده في الكره الثابته عنده ديزاتو يخدموا عليهم. صحيح عنده ناس في اقسام الخبره ما تسمح له انه يعرف يجاري لي طون فور نتاعو، لي طون فيب نتاعو، يعرف كيفاش يغطي وكيفاش يتحكم فيهم. الحمد لله اهم شيء عرفنا وقت جاتنا الفرصه، كان عندنا من الخبره سمحت لنا سجلنا وتحكمنا في المقابله الحقيقه. بعد الهدف وندي شفتوا جميع الناس شافت اليوم انه نادي الصفاقسي اليوم يستحق ثلاثة نقاط، مبروك لنادي الصفاقسي، مبروك للاحباء نتاعنا. صحيح هو هو هو, هو المهم انه هو الفريق انه قاعد يكربي، المهم انه الفريق اللي ما تخافش منه انه الفريق قاعد يصنع في الفرص، قاعد يخلق في الفرص، قاعدين نخدموا كما قلت لك. احنا ما عندناش برشا مع المجموعه، انا تقريبا ثلاثة اسابيع فقط، يعني الفريق الحقيقه المجموعه الكل قاعده تخدم كما يلزم. نخدموا مع مجموعه كامله، ما نخدموش مع لاعب او اثنين، نخدموا مع مجموعه كامله قاعدين يتحسنوا، وان شاء الله ان شاء الله كما قلت انت نخلقوا في عدد كبير من الفرص. يلزمنا نعرف وقتاش نقطة المقابلة، وقت جينا الفرص هذيا والكم هذيا ثم ماتشات ما يرحمكش المنافسين، يلزم ان شاء الله في القريب العاجل نقتلوا المقابلة وقت جينا الفرصة باش نقتلوها ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.